أهلا من جديد، صباح الخير للجميع، تحياتنا لكم. إذا الفقرة الأولى رح نحكي فيها عن موضوع غاية في الأهمية، موضوع ثقافة الطفل. إحنا بجوز بالعالم العربي أحيانا هيك في عنا غصة كثير كبيرة إنه ما في هذا الاهتمام من قبل المبدعين بموضوع الطفل. كل الإبداعات عم تتوجه أكثر للكبار بالمسرح وبالموسيقى وبالدراما وبالسينما وبكل أشكال الفنون والإبداع. لذلك من المهم جدا، وإحنا دائما نقول بكل حلقاتنا وبكل المواضيع المتناولة سواء الصحية أو الاجتماعية أو الفكرية، إنه إذا بدنا نزرع أي قيمة بحياة أي فرد بدنا نبلش معه من الصغر. فمهم جدا الاهتمام بموضوع ثقافة الطفل. وزارة الثقافة عندها مديرية كاملة للاهتمام بثقافة الطفل، ويوم أمس كان في ملتقى يعني تم في جمع العاملين في مجال ثقافة الطفل، تبادل الأفكار والخروج بتوصيات للنهوض أكثر بالمشهد الذي يعطي الطفل حقه فيما يتعلق بالثقافة والإبداع. اليوم وبضيافتنا الأستاذ المخرج والفنان حكيم حرب، وهو مدير مديرية ثقافة الطفل في وزارة الثقافة، يحكي لنا أكثر عن الملتقى. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح النور. أهلا أستاذ حكيم. صباح الخير أستاذ حكيم. صباح النور. طبعا أول شيء منهنيكم على هذا الملتقى، هو الملتقى الأول. منهني مديرية ثقافة الطفل وزارة الثقافة، ونتمنى لكم إن شاء الله عقبال زي ما بقولوا الملتقى الثاني والثالث. الله يخليك، شكرا. لكن بداية قبل ما نتحدث عن الملتقى وفعاليات هذا الملتقى والهدف منه تحديدا، نتحدث شوي عن مديرية ثقافة الطفل، أهميتها، مهامها، شو الدور اللي بتلعبه في تعزيز ثقافة الأطفال في الأردن؟ يعني هو مديرية ثقافة الطفل زيها زي باقي مديريات وزارة الثقافة، يعني هي المديرية تأسست تقريبا في نهاية الثمانينات، واستمرت المديرية بالعمل على محاولة يعني الارتقاء بثقافة الطفل وتقديم مشاريع بالتنسيق مع المؤسسات العاملة يعني في داخل الأردن وخصوصا مع وزارة التربية والتعليم، واهتمت أيضا بتقديم مهرجانات ثقافية ومهرجانات فنية مثل مهرجانات المسرح ومهرجانات الموسيقى ومهرجانات الغناء. توقفت مديرية ثقافة الطفل في فترة من الفترات وتوزعت بعض المشاريع الخاصة بها مثل مهرجان مسرح الطفل ومهرجان أغنية الطفل على بعض المديريات الأخرى. الآن هنالك قرار يعني صدر يعني من معالي وزيرة الثقافة الدكتورة لانا مامك جديد، اللي هو إعادة إحياء هذه المديرية وإعادة الاعتبار للكثير من المشاريع التي كانت في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة فعلا، لأنه إحنا لما نتعامل مع الطفل إحنا بنحكي عن يعني الاهتمام بثقافة الطفل هو اهتمام بمجتمع كامل. فالآن بدأت تعود هذه المشاريع، وأهم هذه المشاريع التي أسست أصلا في داخل مديرية ثقافة الطفل هو المهرجانات مثل مهرجان مسرح الطفل ومهرجان أغنية الطفل أيضا. ومن هنا أتت فكرة الملتقى، أنه بما أنه هنالك قرار في داخل الوزارة بإعادة الاعتبار إلى هذه المديرية، فالأجدى أن نبدأ بملتقى يجمع كافة الشرائح وكافة المؤسسات وكافة الفنانين والكتاب المعنيين بثقافة الطفل لخلق نوع من الشراكة مع هؤلاء الأشخاص. هو على العموم، وأنا بدي يعني وأنت معانا مخرج وكانت تجربتك المسرحية كلها موجهة للكبار، واهتمامك حاليا بموضوع الأطفال أعتقد أنه حتى بجوز ياخدك للاهتمام بمسرح الطفل أكثر وبالبحث أكثر بموضوع مسرح الطفل. هلأ ليش منحس أنه المبدعين العرب بحسوا أنه بيصيروا أقل شأناً إذا ما تعاملوا مع موضوع الطفل؟ يعني منحس الشاعر الكبير لا يكتب للأطفال، المخرج اللي تعودوا الناس يشوفوا له مسرحيات للكبار ما بكتب للأطفال، مع أنه منشوف الغرب يعني كبار النجوم كبار الممثلين والمخرجين والشعراء والمغنين بيغنوا بيعطوا من فنهم للأطفال، بيهتموا لهذه الدرجة بموضوع الطفل. حتى إحنا لما نودي أولادنا يحضروا فيلم من لاقيش فيلم سينما عربي، منوديهم يحضروا فيلم سينما للأطفال غربي، صحيح. إنتاج هوليوود مثلا، شو المشكلة؟ لا
ليش بحسوا مثقفين انه في تقليل من شانهم اذا ما اشتغلوا للاطفال؟ لا هو 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 هذا الموضوع تم طرحه امبارح في النقاش اثناء الملتقى من اكثر من شخص، يعني سواء من كتاب او من فنانين او حتى من الجمهور العادي اللي كان موجود. انا بشوف المساله بالعكس تماما، يعني العمل مع الاطفال هو يعني هو عملية فيها ارتقاء، لأنه ذهنية الطفل ومخيلة الطفل أكثر، أنا من وجهة نظري أكثر آفاقا وأكثر ذكاء وأكثر انفتاحا على الحياة. الطفل كائن مدهش، والطفل كائن لازال يمتلك القدرة على الدهشة حتى في بعض والإدهاش، الدهشة والإدهاش بالتأكيد. يعني حتى خيالهم مرات بدهشك كفنان أو كمبدع. بعض الكتاب يعني يربط ما بين الطفل والفيلسوف، لأنه الطفل والفيلسوف يعني كلاهما يمتلك القدرة على الدهشة. إحنا كناس يعني عاديين أو الناس العاديين مع مرور الوقت تصبح الحياة شيء عادي بالنسبة لهم، لكن في نظر الطفل يبقى كل شيء مدهش، وكذلك الفيلسوف أو الفنان. ويمكن بناؤه يعني كل شيء ممكن أنه يكتسبه الطفل من ثقافة هو يعني بترسخ في مخيلته، بترسخ في ذهنه، بيقدر أنه يستفيد منه بس يصير بالغ. طب أستاذ حكيم، إيش هي التحديات إذا بدنا نعتبر اللي ممكن إنه بتواجه المديرية بشكل عام والأطفال بشكل خاص، خلينا نقول من ناحية ثقافية في الأردن، اللي ممكنكم أنتم تقوموا بالعمل عليها وتعزيزها حتى نوصل لطفل مثقف مبدع يقدر إنه بالمستقبل فعلا إنه يكون أديب، كاتب، مخرج، صحيح، فنان بشكل عام؟ يعني هو بصراحة حكت سمر من شوي على موضوع أنه أنا بشتغل عادة مسرح كبار، لكن أنا حبيت أخوض هاي التجربة من سنتين. هو مش بس لما استلمت مديرية ثقافة الطفل، أنا صار لي سنتين بشتغل على مشروع اسمه المختبر المسرحي الجوال. مزبوط مزبوط. وهذا المشروع مزبوط. في غاية الأهمية اللي ذكرتنا، مهم جدا هذا الموضوع. يعني تقدمت في هذا المشروع لمعالي وزيرة الثقافة، وحقيقة دعمت هذا المشروع بمنتهى الجدية وبمنتهى السخاء، لحتى ما وصل هذا المشروع لكافة تقريبا المناطق أو معظم المناطق الأقل حظا. إحنا المشكلة عندنا كمسرحيين على مدار 20 سنة الماضية أو أكثر كان الاهتمام على الحالة المسرحية الكرنفالية أو الحالة الثقافية الكرنفالية، بحيث أنه إحنا بنقيم مهرجانات، لكن هذه المهرجانات كانت أحيانا تكون محدودة بحيث أنه جمهورها ومركزية محدود على المثقفين ومن النخبة، ومركزية مركزية كمان، يعني عمان بالضبط. فالآن انطلقنا باتجاه المحافظات وباتجاه المناطق الأقل حظا. ففكرة المختبر كانت الوصول لهؤلاء الشباب ولهؤلاء يعني الصبايا والأطفال لاكتشاف مواهبهم وتسليط الضوء عليهم. فرحنا لمعان، ورحنا للكرك، ورحنا لإربد، ورحنا للصد، يعني معظم المناطق، حتى دخلنا عند الأحداث في داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وفي داخل سجن النساء وسجن الرجال. أنا من هون بدي أجاوب على سؤالك. نعم. اللي هو من خلال المختبر المسرحي الجوال أنا اكتشفت شرائح جديدة، واكتشفت مواهب جديدة، واكتشفت يعني ثقافة مختلفة ومغايرة احنا كنا مغفلينها، وكان التسليط دائما على ما يحدث في العاصمة. التحدي الحقيقي انه كيف احنا ممكن ننقل هاي المواهب وهؤلاء المبدعين إلى العاصمة عمان ونسلط عليهم الضوء ونعطيهم الفرص الحقيقية حتى يظهروا. يعني طبعا. شكرا لفنانيننا وأدبائنا ومبدعيننا، لكن هنالك كم هائل من المبدعين من الأطفال ومن الشباب من حقهم أن يأخذوا الفرص. والتحدي الأكبر أيضا فيما يتعرض له الأطفال اليوم من عنف، وما يتعرض له الأطفال من مشاكل تتعلق بعمالة الأطفال وبالتسول وبأخطار جسيمة فيما يتعلق بالمخدرات والتطرف والإرهاب. أستاذ حكيم، حتى رسائل نفسها المقدمة عبر الإبداع اللي بسموه إبداع موجه للطفولة هي رسائل أحيانا تكون مسمومة، يعني بتستغرب تقف قدامها هاي لطفل، هاي تقدم هاي المعلومة لطفل، هاي الفكرة العجيبة بتتقدم لطفل. وفي كمان أفكار يعني ممكن تقودهم للتطرف، مش أي حدا يعني بتشتري كتاب وتحطه بين إيدين ابنك. كتير الموضوع خطير، مسؤوليته كتير خطيرة. وهذا من أهم التوصيات اللي حكيت امبارح، بتوقع جدا حكيته بهذا الموضوع. تشكيل لجان دائمة لمراقبة، ولا تكون رقابة دائمة بمعنى الرقابة للارتقاء بالمنتج
الأدبي والمنتج الفني، بحيث أنه ما يقدم للطفل على مستوى سينما الأطفال أو مستوى مسرح الأطفال الأغنية والقصة والشعر تحتاج إلى إعادة نظر وتحتاج إلى 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 تركيز، لأنه مسألة خطيرة جدا قد تأتي يعني بنتائج. بالإضافة إلى أنه كان هنالك تركيز على قضية توعية الأطفال وعمل ورش خاصة بخطورة الأجهزة الإلكترونية، إنه ما تكون هذه الأجهزة هي البديل عن الكتاب. هاي من الأشياء اللي تم التركيز عليها. أستاذ حكيم، يعني بالنسبة لي خلينا نقول يمكن الأهل، إحنا يمكن بالأردن بشكل عام يعني ما في عنا تعزيز من الأهل للطفل لتعزيز ثقافته يعني بشكل عام، يعني يمكن بنركز على الناحية الأكاديمية أكثر من الناحية الإبداعية والثقافية عند الأطفال. كيف ممكن يكون دوركم أيضا لتوعية الأهل بأهمية هاي الثقافة؟ يعني أنا بعتقد أنه هاي المسألة بتصير عبر فترات زمنية، يعني صعب تحقيقها في يوم وليلة، يعني طبعا عبر إقامة ورش عمل توعوية، ندوات طبعا فكرية، ويعني مشروع مثل المشروع اللي أنا تحدثت عنه من شوية، المختبر المسرح الجوال، كان الأهل بيلعبوا دور كبير في من حيث تواجدهم، يعني كانوا يترددوا أحيانا على المسرح على أساس هم يعني بدهم يقيموا التجربة، فكنت أتفاجأ إنه حتى الأهل اللي كانوا يحضروا مع أطفالهم يعني يتحمسوا للفكرة ويصعدوا على خشبة المسرح لاكتشافهم بأنه هذا المختبر ليس فقط لاكتشاف المواهب حتى الشخص يصير ممثل، ولكن هو كل واحد فينا بيحتاج لفكرة، لأنه في ناحية علاجية في داخل المختبر اللي هي تخليصنا كلنا من بعض الآفات اللي ممكن تكون 100%. احنا بنتمنى ان شاء الله انه يعني هذا الملتقى زي ما قالت ألكساندرا كمان يتكرر كل سنة ويكون في عدد أكبر من المبدعين. أنا بعرف هاجس المثقفين المبدعين دائما تغيير العالم، إذا بدهم فعلا يغيروا العالم خليهم يتوجهوا للطفل. صحيح. خصوصا بعالمنا العربي بالتأكيد. فأنا بدي أشكرك، أنت يعني مبادر في هذا الموضوع، بدي أشكرك أستاذ حكيم حرب مدير مديرية ثقافة الطفل في وزارة الثقافة، شكرا جزيلا لحضورك. ومباشرة نحن وياك والمشاهدين رح ننتقل إلى هذا التقرير، احتفال الكتاب والأدباء الأردنيين، اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين بعيد ميلاد جلالة الملك. بنشوف التقرير وبنرجع لكم.